اهلا واضح، انا احمد عيد. حاجه صعبه الارتباط، يعني الارتباط الابدي الاسري طبعا، ما في ارتباطات تانية يعني في الحياه عموما، لكن هو الارتباط يبقى عندي عيله واسره يعني بشكل دائم، ده صعب جدا وما عملتوش لحد دلوقتي. هو طبعا الحمد لله ان الانسان بيموت، لان لو الانسان ما بيموتش كانت تبقى حاجه مش حلوه. يعني في ناس ممكن تكون بتعتقد بان الخلود حاجه كويسه، لا بالعكس الخلود مش حاجه كويسه. انت لو فكرت مع نفسك او فكرت مع نفسك كويس وحطيت في بالك انك مش هتموتي ابدا، وكل الناس اللي حوالينا دي مش هتموت بما فيهم من الظلمه والناس الوحشه وانه مفيش عقاب ومفيش ثواب ومفيش ان البني ادم بيتجازى على عمله، لا الخلود مش حاجه كويسه، بالعكس الموت هو الحاجه كويسه، وان ده الحق لان كل الناس بتتساوى في الحق ده. في القران الكريم بنبلة علشان خاطر الله يرحمها خالتي كانت بتقول لي تناديني احمد بنبلة، علشان كان في شخصيه كان اسمها احمد بنبلة تقريبا، شخصيه سياسيه يعني في بلاد المغرب العربي. اكيد ما فيش حد ما كذبش يعني اكيد، بس الحمد لله ممكن تبقى كذبه بيضه زي ما بيقول، يعني ماشي كذبه صعبه، لان الكذب حاجه مش كويسه، لان يعني المؤمن يعمل كل شيء يفعل كل شيء الا انه يبقى كذاب. يعني اسعد يوم في حياتي، لا هو ما فيش اسعد يوم في حياتي، لكن هو ممكن يبقى الواحد سعيد في ايام بتمر في حياته لما بيحس ان هو نافع للآخرين، لما يحس ان هو مفيد للآخرين، لما يحس ان هو جدير بان هو يعيش اللحظة دي وان ربنا يبقى راضي عنه كده. يعني ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قولنا ناخد بعد الراحة نستقنيص. نستقنيص؟ خلاص بقى كبر دماغك. ايه ده؟